معايا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة، خبيرنا التحكيمي الكبير. كابتن جهاد، مشرف ومنور دايما، سعيد بتواجدك معانا. كابتن جهاد حضرتك معايا؟ كريم سامعك. معاك كريم. بخير عليك وعلى كل مشاهدينا. اهلا بيك يا كابتن جهاد. كنت لسه بقول دلوقتي قبل ما نخش في الحالات التحكيميه النهارده وتحديدا من مباراه بيراميدز ومودرن فيوتشر، كان نادي الزمالك اصدر بيان فيما يخص الامور الاخطاء التحكيميه، وقلت ان احنا مهم جدا ان نقلل الاخطاء التحكيميه شويه، نخليها اخطاء تحكيميه مش مؤثره. رايك ايه في الامر ده؟ عشان النص التاني من الموسم تحديدا الكل بيبقى متحفز. خلينا نركز اكتر الثلث الاخير من المسابقه، مش خلال النص الثاني. الثلث الاخير من المسابقه دايما الاسبوت على التحكيم. وبالتالي تفتكر في شهر واحد في كاس الامم قلنا الناس تشتغل عشان اللي جاي، والفتره الاصعب اللي هي الفتره اللي هي الثلث الاخير من المسابقه كان لازم الناس تجهز احسن من كده، تستعد احسن من كده، لان فعلا اللي جاي صعب. اللي جاي صعب في المسابقه، في منافسه شرسه فوق ومنافسه شرسه تحت على الهبوط، فهتبقى الدنيا يعني ما حدش يعني مستحمل. معلش يا كابتن جاد، يعني ايه تجهز احسن من كده وتشتغل احسن من كده؟ يعني ايه؟ يعني لما كاس الامم جت يا كريم انت طلعت معاك وقلت ان ما فيش شغل على التحكيم في التوقف بتاع كاس الامم. اللي كان رئيس اللجنه مش موجود، الناس مش شغاله، الاستعداد ما كانش على قدم وساق في الشهر ده عشان اجهز للوقت اللي احنا فيه دلوقتي. فكان محتاجين استغلال الشهر ده على اعلى مستوى عشان لما نوصل في الشهر ده تلاقي اللي بنشوفه دلوقتي من اخطاء تحكيميه موجوده سواء مؤثره او غير مؤثره تقل الاقصى لاقل درجه. طبعا زي ما انت قلت الاخطاء لن تنتهي، لكن احنا ننهي على الاخطاء التحكيميه المؤثره اللي بتعمل قلق، اللي بتعمل مشاكل، اللي تخلي الانديه تطلع بيانات وتخلي الانديه تتكلم. فهو ده اللي احنا طول الوقت بنتكلم نشتغل عليه عشان مش موجود، وده ما حصلش على ارض الواقع بمنتهى الامانه. لكن الاجتهاد والشخص الحكام احنا مساندين ليهم زي ما انت قلت طبعا، ولو في حاجه ايجابيه بنبرزها وبنبرزها بمنتهى القوه صحيح، وبنتكلم عليها بايجابيه، لو في حاجه سلبيه بنتكلم عليها بمنتهى الوضوح للمصداقيه مع مشاهدينا ومع متابعينا. احنا بنتكلم طول الوقت بصوره وحاله تحكيميه وقانون وبروتوكول في ار.